السلام عليكم، واش راكم؟ راكم بخير؟ لاباس ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوغ اليوم ان شاء الله ماما راح دير لكم من نوفال غوسيت اللي هي لو غاتو او فرماج، يعني سابلي او فرماج. حاجه سهله ورابيد بور لو كافي. Alors pour le gâteau, on a 2 journaux de fromage chef, ou 200 g. On a 2 حبات تاع البيض, 3 quarts de sucre glace, 3 quarts de verre يعني. On a 80 g تاع الزبده تكون طريه. On a ثاني la farine, un sachet de la vanille, ou on a مغرفه صغيره تاع la levure chimique. دونك الحاجه الاولى اللي نديروها انا راح نخلطو كيف لو سكر غلاس مع الزبده مع الفرماج ومع البيض. نخلطوهم بيان حتى يولي لو ميلونج تاعنا هوموجين. اون فوا كو خلطنا مليح نروحو نزيدو هذيك لا فاني، يعني تقدروا تزيدوها مغرفه كبيره، ونروح نزيدو لا فارين شويه، ومن بعد نزيدو مغرفه صغيره تاع لا ليفور شيميك. هنا لا فارين نقعدو نزيدو حتى وين تتلمنا وحتى وين تولي عندنا لا تيكستور اللي راكم رايحين تشوفوها توتسويت في لا فيديو، يعني ما تكونش يابسه وما تكونش يعني تكون طريه وتكون ليس. فوالا alors هنا بعد ما وجدنا لاباط هذيك نديرو شويه لا فارين فوق لو بلون دو طرافاي، ونجيو نحلو العجينه بالرولو نورمال. نحلوها ونخليو جوغ ان بو ايباس، دونك تكون واحد 1 سنتيمتر هكذاك. الوغ هنا بعد ما حلينا لاباط تاعنا نروحو نديرو لي فورم لي حبينا، نقطعو لي فورم لي حبينا. حنا درنا هنايا دويرات مدرجين شويه، ومن بعد بلا دوي هادي نديروها شويه في لافارين، ونجيو نضربوها في الوسط، نديرو دي بتي سيركل في الوسط. وبعد هاديك كي نوجدوهم نروحو نديرو لهم شويه تاع البيض، ونديرو لهم اسمو الكاوكاو ايفيلي. فوالا يعني عندو لو زيفيلي تاني يقدر يدير لو زيفيلي. هنا درنا حنايا كاوكاو ايفيلي، ومن بعد تيك نروحو نديروهم في الفرن لدرجة 180 درجة حتى وين يطيبو، يعني حتى وين يحمرو. وهذا ما كان سي فري غوسيت خفيفة وسهلة بور دو كافي، ما تعزولهاش وان شاء الله تعجبكم. الوغ فوالا لو ريزولتا، بعد ما خرجناهم من الفور خليناهم بردو ودرنا لهم شويه تاع سكر كلاص من الفوق. يجو بزاف طريين ويجو بزاف بنان تاني مع كاس تاع قهوه حليب مزيان سخون. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم الغصه تاع اليوم، واذا عجبتكم ما تنساوش ديرونا ان تي جيم وتخليونا ان تي كومونتير من تحت. اي فوالا الوغ جو فو دي ا بيانتو بور اون نوفال غوسيت.